الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد قال أيها الصحبة والتابعين أما بعد فكل عام وأنتم جميعا بخير أسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية مثل هذه الأيام المباركة باليوم والخير والسعادة والعزة والنصرة والتوفيق آمين آمين آمين. وبعد أيها الأخوة، فإننا خصوصا بعد ما صرنا صوتا طويلا في محاضرات الجانب المالي في الإسلام، وأخذنا منه الأهم فيه. نحن في حاجة إلى نقلة، قد تكون هذه النقلة كبيرة وخطيرة، لأننا سنعيش في قضايا قرآنية، مما يتصل بالساعة وبالمشاكل وبالحياة التي يعيشها المسلمون. إلا أن بعض الأخوة ذكرني بأن هناك بعض الجوانب المالية لم نتكلم فيها، فقال لي مثلا موضوع الإجارة ما تكلمنا فيه، موضوع الراهن لم نتكلم فيه، موضوع الشركة أو الشركات لم نتكلم فيه، موضوع زي الشهرة، موضوع زي الهدايا والهدايا، وكل هذه موضوعات أساسية الواقع أنها ذات خطورة وحيوية بالنسبة لحياة المسلم، أن ما من إنسان منا إلا يتعامل في هذه الأشياء. لذلك أردت فعلا حتى تكون الأشرطة التي فيها الجانب المالي مستنساتا إلى حد ما، قلت نجعل هذه المحاضرة خاتمة لما بقي من الجوانب المالية الهامة، يعني مش كله، لأن احنا لو هندرس بالطريقة التقنية العميقة الطويلة هنصعد زي ما قلت ولا ثلاث سنين تكفي في هذه الدراسة، خصوصا ان احنا بندرس مع بعض باسلوب يتفق في البساطة مع فهمنا ومع حاجتنا. وعلى كل كده هاتكم في الموضوع من اول نتكلم على الإجارة، وأنا أفتكر اتكلمنا قبل ذلك على القرض، على القرض، اتكلمنا في أول ما اتكلمنا على الربا، وإحنا بننسى لأن المفروض أن كل هذه الموضوعات أسرتها تكون عندنا كلنا، لأنك لازم تسمعها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، وتسمعها أقاربك وجيرانك وكل أحبابك، يعني إذا ما كنا هنقتصر على حضرتك بتسمع المحاضرة وتنسى، طيب دي محاضرات علمية بتعتبر فهمة، وبعدين أنت بتعيش بيها خارج المسجد في الحياة، من كيف هتركزها في دينك بدون ما تسمعها عدة مرات؟ كيف تركزها في دينك؟ يعني يمكن أنا درستها أكثر من 30 مرة، ومع ذلك قبل ما بدرسها بدرسها مرة ثانية، وبعد ما يصير زمن أرجع وأدرسها مرة ثالثة، وكأني أدرس. لا يزال الإنسان يتعلم ما دام حي، وحياة العلم مذاكرته
العلم يحيا بالمذاكرة ويموت بالإيمان. لكن لما بتكون حافظ الفتحة وتكرسها فتراها إلا بتلك الفتحة. فما بالك بمثل هذه العلوم؟ يبقى إذا يجب أن احنا نهتم بهذه المسألة. إنما نتكلم عن القرب. القرب عبارة عن السلسة. لما حضرتك واحد يجي يقول لك أسلكني 100 دينار لمدة السنة، فأعطيته 100 دينار لمدة السنة، انفرضت عليه أن يعطيها لك 110، يبقى ربا. 101 برضه ربا، لأن هذا قرض جرى نفعه. لكن لو أن أخوك هذا بعد ما استوفى الأجل جاب لك 100 ومعه هدية 10 دنانير أو 5 دنانير في الآخر، فإن ذلك لا سوء فيه. ليه؟ لأنك لا سرقناه، ولكن يذكر ببالك إن سنك إن هيعطيك هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان عليه قرض، يعني الشيء بعير اقترضه من انسان. فلما جاء الوقت ببعيره لم يجد الا بعيرا اقل، الا بعيرا اكبر، يعني يزيد في الثمن. فقالوا للرسول عليه الصلاه والسلام لا نجد الا سنا اكبر. فقال صلى الله عليه وسلم اعطوه اياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. فأعطوه البعير الأحسن. في رواية من السلف بعض أو افترض بعض المال، فلما جاء الرجل ليأخذه قال للذي يزن الذهب زن وزده، زن له يزده كمان شويه. اذا الزياده ثابته بدون شرط، اكراميه منك انت في الاخر. لكن لو كان الشرط في القريبه، ولو كان حتى عرف عرفا في القريبه. عرف يعني ايه؟ يعني الرابع بتاعنا كان متعارف بينه ان ال 100 دولار عليها 10، ال 200 دولار عليهم 20، اذا كان لمده سنه لمده 6 شهور يبقى عليهم 100 عليها 5. اذا كان هذا شرط لا يذكر لكنه موجود في الاسم. ودايما الشرط العرفي مثل الشرط الذكي، يعني اللي بنذكره وبنتفق عليه. لبين ما فيش شرط بالمثال، ولا في عرف بينا، وانا جيت اكرمت وجدت لا شيء. دي في السنة الاول. قلت لكم ايضا ما نص عليه الصحابة، لو ان حضرتك انت داري، انا ما عنديش سيارة وانت عندك سيارة، لما اشتريت انت السيارة جيت اتصرفت مني مثلا 500 دينار 400 دينار، انت بدل ما تقع ربا وتقسطها خلصت على المسألة وهتقسط للناس، هذا تعطيه مثلا 50 دينار لمدة 4 شهور وخلص ال 200، والثاني تعطيه 50 دينار بعدهم لمدة 4 شهور وخلص ال 200، وكلت اخوة ساعدوك لله في هذا. حضرتك بعد ما دفعت له المبلغ انت بتطلع الصبح تروح شغلك، ما كانش من عادتك تركب معاك السياره. فقال لك بقى شوف انا معايا السياره، هي لو سمحت تركب معايا كل يوم لغايه ما
موصله. طب ما هو كان عنده سياره اللي باعها قبل كده وكان بيطلع ما بيوصلهاش، يبقى التوصيله دي طالعه ليه؟ يبقى انت هتستفيد مقابل المبلغ الذي اعطيته اياه. اذا هذا ربا، هذا يعتبر ربا. ما كانش بيجي عند الضيف لما صلفته صار كل اسبوع يجي لك مرتين ويقعد ويشرب شاي وقهوه وانت وينك ما فيش مانع يمسك اكله غداء او عشاء، ده ما كانش 200 دولار. صار اذا ياكل ربا على حساب ما اعطى. يبقى اذا الاستفاده التي لم تكن موجوده قبل ذلك ووجدت بعد القرض تسمى ربا. حتى استبق ابو حنيفه فقال، وده يرجع لبعض الصحابه، لو كان له شجره مذله انت لم تكن تستظل بها، فلما اعطيته المبلغ صرت تذهب الى الشجره وتستظل به. قال هذا يعتبر انتفاعا بالقرض فهو ربا. افتكر اتضحت الفكره دلوقتي في اثناء المبلغ ما هو معطيه وانت تستفيد على حساب المبلغ يبقى ربا، تذكرت يعطيك زيادة يبقى ربا، فعرف الناس انك كسب زيادة يبقى ربا. دخلة الزيادة في الاخر مش في الاول، عند السداد بدون شرط ولا عرف لا تكون ربا ويجوز اخذها. واضح ولا في حاجة لسه مشابهة؟ ده اللي اسمه القرض. وكلمة كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا كلام جمع من الصحابة منهم كبار الفقهاء مثل ابن مسعود وابي بن كعب وعبد الله بن سلام وغيره. فهذا كما يقول المنذر على ما اظن يعتبر شبه اجماع لان ذلك لم يخالفه احد، ان كل قرض يجيب لك فايده فهو ربا. لكن هل فايده مصروفه يعني او فايده من النوع اللي انا قلت لك عليه انك تروح تجري تستفيد بالضيافه والسياره بعد ما اعطيك؟ لكن هل ده حديث؟ لا. وهذا اللي جعل في بدايته هتطلع من هنا الا السكره، او ما فيش حديث على ان السلك اللي وراها منفعه تبقى ربا. لان يا اخي القران بيقول لا تاكل الربا اضعافا مضاعفه. قال لك بس استنى، انت عارف الربا اللي في القران كان شكله ايه؟ ايه كان شكله ايه؟ ان هو يبقى ايه؟ لان مع الاسف هذا الموضوع تكلم فيه الشيخ ابن باز، فالناس لم يفهموه منه على حقيقته. ومع ان الشيخ ابن باز رجل صادم، احنا بنحب الحقيقه ونسال الله ان يبارك في امثاله، الا انه ساعات المجتمع يلف العالم. يعني ايه؟ زي يروح يساله سؤال ملفوف في ورق تليفون، ما يبانش فيه الخبز بتاعه، فهو بيجيب حسب ذلك السؤال. زي ما جاتني ورقه فتوى بان البيع بالتخطيط لا شيء فيه. طب ما احنا كلنا بنقول البيع بالتخطيط لا شيء فيه. قال لك وكمان لو فيه زيادة مقابل التخطيط لا شيء فيها، وبرضه قلنا لو كان فيه زيادة مقابل التخطيط لا شيء فيها.
لكن الزيادة دي فاكرين لما اتكلمنا عن الحديث بيعتان في بيعة وكتلت انا هطلع على باب الجامعة اقول له الله يا زامري دايري اقول كده لاني اذا ما كان يجب ان الكثير يكون يثبت هذا الكلام يكتبه يبقى فهمه ويدرسه. احنا طلبة علم كنا بنذاكر بعد ثلاث ايام ننساه ونذاكر وننساه ونذاكر وننساه لان ما بندرسش لنا بالسهوله اللي بنقولها لكم دي. في فرق بين اللي اكتب النبال وبين الواقع المر ان الناس بتعيش فيه ازاي. انا قلت لك اما اجي ابيع لك المسجله دي اقول لك فيه هتفتح انت تقول لي في ظرف سنة قال لك تبقى المسجلة دي بخمسة وعشرين جنيه. طب ولو كنت ادفع الان قال لك تبقى بعشرين. انا حر عملت ثمانين انا اني اشتريت بعشرين ودفعت به. قلت انا اشتريت بخمسة وعشرين يبقى فضيها لكن يبقى البيع كان من غاية كده. اسم زيادة حصلت عند البيع في نفس ثمن المبيع في نفس الثمن. انما اللي موجود دورة في السيارات مش كده. هو ايه؟ هتدفع على كام؟ قال لي على سنتين كاملتين. يقول لي بس هذه السيارة بألفين دينار. إذا كنت تدفع الآن هتدفع على سنتين كاملتين كما تقول هتشتري السيارة بألفين وثلاثمائة. إلا أن الثلاثمائة دي هيوزعها لك دي تعتبر فوائد ربوية للبنك. السندوالة عليها كذا عليها اصل خمسين دينار اصل وعليها مثلا ثلاثة دنانير او اربعة دنانير فوائد. انت هتدفع في مدة سنتين اندفع في مدة ست شهور نفس كم الفوائد اللي عليه ويبقى مقصر في حاجة. إن جبت عن سنتين من الحق إن إحنا نطالبك بفوائد زيادة عن السنتين. ليه اللي بيحصل؟ إن صاحب الشركة بياخد العقد ويعطيه للبنك وياخد الفلوس إن أنت اشتريت ثمن السيارة من البنك ويقول له السندويلات أهي والفوائد بتاعتك أهي. يبقى الواقع انك انت بتتعامل مع الشركة ولا مع البنك؟ مع البنك ابدا. في الظاهر مع الشركة. لكن الواقع ان الشركة مسلمات لمين؟ من البنك وهي خلص ريسا من الاول. البنك لما سلمت على اساس انه بياخد منك فوائد شهرية على المبالغ اللي له. انت عارف البنك زي المنطقة. طالع ياخد نازل ياخد. دي اسمها فوائد مقابل كل شهر انا بأجله. لكن الصورة الاولانية الحلال انا من الاول قلت لك خلاص انت هنا على 2300 دينار اتفضلت بالعقود اللي بيني وبينك كتبتها كل سندوالة مكتوب فيها القسط مش مكتوب فيها فوائد. لو جيت لي تسددتني بعد سنة باخد نفس المبلغ 2300. لو سددتني بعد خمس سنين ليس لي الحق كان اخد اكثر من 2300. يبقى ده بيع نهائي وده بيع بتخطيط مع فوائد ربوية. اتهمت ولا مستثمر؟ صعبتي هي صعبتي. ما هو ده اللي احنا عايشين فيه وبيورطونا بيه اخوانا. طب اخوانا اللي بيبقوا فاهمين بسهوله ارجو يثبتوها. مثلا انا دلوقتي اشتغل
بيع مسجلات بيعت العربيات دول عرفون العربيات الحتة بيعرفونه في الجراس بيعرفونه كلها مع الغسلين بيعرفونه مع التنين يعني السيارة دي عاملة زي السكس السكانة اللي مربينا موسعات باستمرار عمالة تاكل ومأكل التاكل ودائما ترجع للخلف عن عمر السيارة ما بتفكين تتكرمها وتجل قدام أبدا لأن كل ما تقدر تبقى حالتها أسوأ فأنا أشتغل في المسجلات دي هي تعليق مسجلات فأنا قلت لك أنت تشتغل المسجل ده قلت له أيه تبدأ هتبتع أنت عايز تطويلك على 6 صور خلاص سجل ده 25 جنيه طب لو يبتع دلوقتي ب20 جنيه ده بيع نهائي يقول لك ايوه بيع نهائي هتأجل 25 هتبتع ب20 انا قوي في البيع يا اخي قال لك مثل حق في هذا عندي كثير من الكفار لو كنت اشتريت 25 خلاص 25 فكرت في المبلغ ممكن على 6 صور بأي طريقة تعجبك السواقب بقى لا زادت ولا لا الثاني بيقول له هتشتري هتاخد جاب كام؟ قال له قبل ما تديه لك على مدة 6 صور قال له 6 صور قال له ايوه قال له طب استنى بقى لما احسب ايه فوائد البنك وراح مطلع على القلم وبدا يقول ايوه كده ال6 صور انا هاخد الفلوس من البنك ويبقى الشهر الاول عليه كذا الشهر الثاني كذا الشهر الثالث فوائد ربعيه كذا ايوه يا فندم في 6 صور يبقى المسجل ده هبيعه لك ب24 جنيه كل وقت مكتوب منه الفوائد يقول لك لا لان انا هروح اخد الفلوس من البنك انت هتبقى منك من البنك على طول لابد من الفوائد الربويه وانت في العقل بيقول لك في فوائد ربويه في البنك بيقول لك في فوائد ربويه السنديانه بتقول لك في فوائد ربويه الاصل ايه الفوائد لو ذكر انت لو زاد المده زادت على 6 اشهر تبدود الفوائد لو ناقش تتعامل 6 اشهر هنشيل عليك الفوائد بتاع الشهور اللي مرتبهم ده لكن الخطيه الاولى العقد انتهى من اول ما اتفقنا ما في زياده بعد كده ولا نقص يبقى من الفوائد الربويه دي تعتبر زياده مقابل اللي انا راح اجر المبلغ لكن الثانيه عباره عن فائده تزيد كلما زاد الزمن الثامن واضح على المستثمر كان اللي عرف ده يعرف اللي فات انت عارف حكايه الضحك لما قال لنا تعالى قل لنا كلمتين انا قال لهم طيب اللي عارف يرفع صباع فكل رفع صباع قال لهم بس يبقى كلكم عارفين انا بنيت ايه فقول سنة قالوا لا لا تعالى النسان راح لهم سنة قال لهم اللي عارف يرفع اصبعه فما فيش ولا واحد رفع اصبعه قال لهم معقول قال انا الواحد العاقل وانت كلكم مجانين واتكلم فيكي ما تجيش ابدا ما تنفعش تحترم المكلمات انا حاسس الراجل ده حيرني تعالى ثالث راح قال نكلم السنة يرفع اصبعه والسنة ما يرفعش تعامل كده قال لهم عال اللي رفع اصبعه ما يعرفه واللي ما رفعه ما يعرفه العارف يقول له اللي ما يعرفه يبقى مش عايزين ضحى بعد كده انت تفهم طيب الصورة دي اخلصت منها بعدين موضوع القرض ايضا اخلصنا منه ما كنت بتكلم عن ايه المثال الثاني ده
لا انت هنا انجان افضل عرفنا العملية بتاعتها فمسألة وبرضه عرفنا مسألة الأكثر الأفاد الأخرى خلصنا كده من موضوع الفرد وعرفناه على هذا الأساس وبالتالي وعرفنا إني شفت بقى النقطة اللي كنت أنا بقول لك عليها بقول لك الصبح بتيجي إزاي ونقول لك تعالى عن فرنسا طبعا هم فرنسا دي واحد مش موجود معاكم فأنت بتقول لي بتمنعني احط الفلوس في البنك ليه؟ يقول لك لأن ربا والله تعالى يقول لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة قال لك يا سيدي الربا المذكور في القرآن وقالها برضه الشيخ ابن باز وعندي الفتوى الثانية اللهم الربا المذكور في القرآن ده هو له طريقة غير المسيح ازاي الكان بيسلكه للدينار لما تيجي في اخر المده يروح ياخد ال 100 دينار يقول له انا معذور وما استطيع سدادا يطيب ماجلها بس على شرط انك تتقال على ال 100 مثلا 50 يبقى 150 حاضر ده في اخر العام ولم يستطع ان يسدد ونقول له 150 دول مأجلهم بس تدفع عليهم 100 دينار ولذلك يظل يتضاعف المبلغ حتى لا يستطيع المديون ان يسدد فكان اليهود اللي كانوا بيشتغلوا اكثر كينا فكانوا يلمسون المدين بزيد يقول خلاص انت لا تستطيع ان تسدد فانا املكك بسبب الدين الذي عليك خد بالك املكك بسبب الدين الذي عليك ولذلك من هنا قال العلماء ان الديون اذا زادت عن طاقة الانسان استعبدته واذلته في وسط الناس ليه لانه مش قادر يتحرك بدون حتى ولو كان حر حتى ولو كان حر ولذلك جعل الله في الزكاة بابا من اجل مساعدة الغارمين والمدينين حتى يعيشوا في رحمة الاسلام وفي عزة الاسلام وكرمه فقال له اذا انا لما بعت البنك ما بسلفوش فكلمه كل فرد جوه نفعا لا تنسبك عني كلمه الذين ياكلون الربا اللي في القران او لا تاكلون الربا اضعافا مضاعفه هذه الايه لا تنسبك علي لان انا لما تيجي اخر السنه مش راح اقول له ضعفني قال له كل فرد ذره نفعا فهو ربا قال لي الزين مين قال لك ان انا اديت البنك قرض مين قال انا ما اعطيت البنك قرض البنك انا بحط فلوسي عنده هو يشكر انه بيحتاج فلوسي بعد ما حطيت له فلوسي قال لي وادي الثمن على المية اربعة ولا خمسة ولما تطلع بره يبقى 15 يبقى البنك عمل كده طب وانا مال ما هو اللي بيديني اتفهم الكلام ده عشان باب الفرد ده اذا انا ما قلتلوش الدين وانا ما اقرب فيه كمان هو محتاج عشان يقترض مني ده البنك كل الدولة ده الحكومة بتقترض وتستلف من البنك مش البنك اللي بيقترض مني ده انا وضعت فيه 100 دينار 200 دينار 300 دينار 500 دينار كده يعني ايه سمتها يبقى انا اسمي ده سلمت البنك الواقع اللي دي مغلطه بقى ليه؟ لان قاعدة كل قرض جرى نفعا معناها
لو انت اديت لواحد فلوسك هذا الغني وقلت له هذا المال عندك وديعه وديعه عندك، ولما جيت اديته المال قلت له انا عايز المال وزياده فيه 4% او 5% وقيل لك بما تستحل. اذا السؤال بما تستحل بالنسبه للزياده كائن موجود، الزياده جت مقابل ايه؟ قال لك مقابل انك تستحل الفلوس، يبقى انت اللي تدفع، انت اللي حتى تدفعني ان انا حتستلك الفلوس مش انا اللي ادفع لك. قال لك لا، اصلك انت لما خدت الفلوس شغلتها، بس انت شغلتها دي انك قريت شعور او كرتون على ملكيتي لما وضع فلوس في البنك، البنك خد الفلوس وطلعها بالربا، لما راح فقلت لقيت ومتاخ الحيط مستيلته من البنك عليهم 107، خد 107 على حساب 107 خدوها، وبالتالي بدأوا البنك خد الفلوس وادتهم 104، يبقى البنك خد 107 اعتقد من 7-4 والساب كان نفسه كان 3. اذا الاربعة اللي انت خدتها من مين؟ من فلوسك اللي طلعها البنك بالربا. انت مش جاري، ما تفكرش البنك جاب لك كرسي واحد من بيت ابوه، لان البنك مالوش اب، لانه مالوش اصل. البنك ده اصلا مالوش اصل فرعي، صح؟ هذا البيت المبلغ اللي انت خدته، خدته لان المبالغ اللي في البيت بتشتغل بالربا، وانت خدت من فلوس الربا. اذا كنا قلنا ان بيكسب على الربا حرام، واللي بيأكل حرام، واللي بياكل حرام، الموظف في البنك حرام عليه بياكل سلاح حتى لو كان اي موظف في بنك، لعن الله كاتب آكله وموكله وكاتبه وكاتبيه. اذا مجرد اخذ اي شيء من البنك فوق مبلغك هو اخذ للربا ومشاركة في الربا، بل أكثر من كده، إن الفلوس اللي أنت وضعناها في البيت إحنا نفسنا حرام علينا إذا لم تكن هناك ضرورة، لأن إحنا بنشارك البيت في أن يتعامل بالربا، بياخد فلوسنا ويرد بيها. فإذا كنا نستطيع نضع الفلوس في الخزانة يجب نضعها في الخزانة ولا نستعملها في البيت. اتفهم الكلام ده؟ عرفت احنا بنعمل ايه؟ احنا بنصير بنمسك دائرة في اللي هو ربوية، لان البنك ليس له من عمل الا عمل الربا. مش واحد ربوي، راجل ربوي بيقول لك عايز تشيل فلوسك هات عندي في جيبي هنا جيبي جيبي، وساعة ما انت يقول للراجل ده تعالى وانت عايز فلوس ثلاثة يقول له اه خد ادي 100 دولار عليك تدفع 10% في اكل السمك، وانت ادي 1000 دينار، وانت 2000 دينار، وانت 5000 دينار. لما يجيبهم ياخد الفوايد تبقى انت تاخد فلوسك ولا تسد؟ ايوه 5% يمكن مش احسن من البنك، انا راجل كريم جابها لك منين؟ شغل فلوسك بالربا، جابت 10% جاب 5% خد هو 5% رقمها عندك. اذا الفلوس البنوك تعتبر بالنسبة للأموال مباءة للربا ومباءة للوقوع في الكبائر.
والتدخل فيها او الدخول فيها بيعتبر اسم وذنب من السبب. ويكفي ان احنا ندرك الوقت. اذا انا لما برد فلوسي للبنك يجب اعرف ان فلوسي رايحه تشتغل بالربا، والاموال الزياده اللي حطيتها من عرق الناس يعني من الربا، وانا اصبحت مساعدا من بنك الذي يعمل في الربا ويحارب الله ورسوله. يجب تفهم الامور من هذه الزاويه الحقيقيه. اما كلمه الشيخ على منفيس والشيخ علي الخفيف والشيخ عبد الجليل عيسى غلابه ضحك عليهم وقالولهم ايه يعني انا لما حط المال في البنك فيدس لقرض بره نفعا انا ما اكرت في البنك. يا شيخ علي الخفيف الله يبارك لك، كيف لم تعرف حقيقة الامر وتدرس البنود بتشتغل ازاي؟ انت يا استاذ عبد الجليل عيسى قال اعتبروها مضاربة. قال مين في مضاربة؟ قال امال ايه؟ ايه يا استاذ علي يا استاذ عبد الجليل؟ قالوا احنا بنعتبر عقدا من العقود الحديثة لا غبار عليها ما دامت لا تصطدم بمبدأ فرعي. زين وقعت يا سيدي، أليس هذا البنك كله يصطدم بمبدأ فرعي؟ البنك شغل المالي لكم ليه؟ كل بنك ده الجاسون في بنك برجان اللي طالع ده، والساهم في بنك برجان برجان، والمال وبيع الهنا دي عشان بنك برجان، وحلال بنك برجان. يا ناس قلتلهم في التليفون حرام، كل مساهمة في إقامة بنك هي حرب لله تعالى وإفساد في الأرض. وبيع الملادية من أجل المساهمة في البنك مشاركة في هذه الحرب. قلناها حتى بعض الأخوة في ذات الأوقات سألوه ما كانش واخد باله من شغل البنوك، قالوا له ده بنك إسماعيل ما بيعملش ده زي الشركة تمام. وبعدين الله يكرمه قام طلع اتصل بيا بيقول له لا 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 ما من بنك الا وهو من صار ربا. تم مثال البنك الصناعي، البنك العقاري، البنك التجاري، البنك الملامنتيسي، اي اسم ما دام بنك اتقالت يعني على طول حرام ودخل بلادنا. المسألة من كون هذا، وبالتالي نعرف كلمة القرض لما يجي يقول لك أنا ما بديش البنك القرض، تعرف إزاي حرم علينا كل تعامل مع البنك في الواقع إلا للضرورة. وما دمت أستطيع أضع فلوسي في البنك في الخزان وآخذ مفتاحه ويظل أموالي حلال نبقى سالكين. أيضا عمك الشيخ حلم الكيس الآن يقول لك تعالى يا شيخ حسن، انت لست مسكني في المسجد تدريس البنوك والربويات والكلام. يا راجل يا راجل، ده انت بتقبض فلوسك من بنك، والموظفين بيقبضوا من بنك، وكل الناس بتقبض من البنك، يبقى ايه رأيك بقى؟ ويظن انه يعني اصطاد اسدا، لكن ما علم انه على راي المثل تمخض الجبل فولد صقرا. فلما الجبل يولد صقر بتبقى فضيحه. يعني السؤال طلع هيثم يقول لك ثم تعالى بتعندنا دول بتاخذ الفلوس من العاهرات ومن المرابين ومن اصحاب الملاهي ودور السينما والمسارح، تاخذ لهم ضرائب؟ ايوه. اذا بتاخذ اموال حرام؟ ايوه. وتضعها في البنوك؟ ضرب ايوه. وتاخذ منها المعاش والمرتب؟ ضرب ايوه. اذا
كل مبناتي للبنك. فالرب عليه تقول له محدش منا بياكل من الكلام ده. الكلام ده اسمه تبطيل وتفريض في القلب. ليه؟ لانه زودها كويس. انا لست مسؤول عن المال الذي تعطيني اياه الدوله او يعطيني اياه التاجر الفلاني او تعطيني الشركه الفلانيه الا في حالات معينه. يعني ايه؟ عشان نعرف الاحكام الشرعيه. انت بتروح في التعامل بتاخد مرتبك افريقيا من الدوله. الدوله جايبه فلوسها منين؟ اذا كانت الدوله اكثر فلوسها جايه من طريق الحرام يبقى وانا اعرف طريق حلال يجب ان انا ما توظفت ولا ارضت بالوظيفه ولا قبضت من الدوله ولا فلت مياه لان اكثر الفلوس حرام. اما اذا كان نصها حرام ونصها حلال او البعض حرام والاكثر حلال فيتم مال الدوله او مال الشركه او مال عمك حلم فيه. يعني مال فاسد معايا لك ان تاتي وتاكل عنده وتشرب ولا شيء عليك ما دام الاكثر حلال. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه يا أسامة إذا كنت مسلما عشان نعرف الفقه الإسلامي على أصله بالنسبة للمسيح في الجنة. أنت مسلم في أرض كفار يتعاملون بالربا ويتعاملون بعقود فاسدة باطلة. أنت مطالب إن أنت بس لا تتعامل بالربا. يعني مالك اللي بتحصل عليه لا تحصل عليه من قبيل الربا ولا تتعامل في شيء حرام ولا تجعل العقد بتاعك باطل. اما الدوله انت مش مسؤول عنها. كلهم بيقربوا بيقربوا. الرسول عليه الصلاه والسلام كان موجود في مكه ومكه كان فيها في عقود باطله فيها ربا فيها اشياء لا صله لها بالحلال الاسلامي. كذلك لما راح المدينه كان فيها اليهود واليهود كانوا بيتعاملوا بالربا وقبيله ثقيف كانت بتتعامل بالربا من خارج المدينه. وكان المسلمين لما اختلطوا بالفرس اختلطوا بالرومان. الرومان طول عمرهم بيعيشوا عيشة في اموالهم فيها حرام كثير. الفرس عندهم حرام كتير. اذا عم الكفار من اول مكه لغايه المدينه لغايه الدول المحيطه بهم هل كان المسلم صدر له امر انه يروح يقول يا جماعه انتوا مالكوا بقى من حلال ولا من حرام؟ ما حصلش الكلام ده. ما كلفنا ان نسال الدول التي نعيش فيها ولو كانت كافره لم نسلف ان احنا نخليها ده من حرام ولا من حلال. خلي مالك انت حلال. تصرفك انت يكون حلال. وبس وليس عليك اكثر من ذلك. واضح حسنا ما عليك اكثر من كده. لكن كل الدوله بتتعامل احنا في عصر الان يعتبر عصر جاهلي او نصف جاهلي او سبعة من عشرة من جاهلية. طب نعمل ايه؟ ايه اللي نعمله؟ احنا نبقى مسلمين في كل تصرفاتنا في كل معاملاتنا. لكن كل المال اللي دخل جيبي انا جاي من البنك الكويتي الوطني او من بنك الشرق الاوسط او من بنك الخليج، المال ده جاي من البترول
او جاي من جريدة محرمة او جاي من اي جهة، انا لست مسؤولا عن ذلك الا كما قلت لك. لو عرفت ان اكثر مال الدولة او اكثر مال الشرطة او الشرطة حرام، يبقى لا يجوزني ان اتعامل معه اذا كنت استطيع ان اجد لي طريقا اخر اعيش منه من مال ليس اكثره حراما. لكن افرض البلد الذي فيها كلها اموالهم حرام، ما عنديش ابدا غير كده، كثره فسقه اموالهم كلها كنت على طريقه خاطئه، طب انا اعمل ايه؟ ولا حاجه. وفي مبدا شرعي، اذا اشتد الامر هان، اذا حصل الضيق وجدت السعه، اذا حصل الضيق اشتد الضيق يعني في الامر وجدت السعه في الحكم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. انت ممنوع من اكل الخنزير وممنوع من اكل الميتة ومن شرب الخمرة، جفعتك حتى ست تموت وليس امامك الا كأس خمر، او اللقمة وقفت في البلعوم بتاعك وليس امامك الا كأس خمر تبلع بيه، تاخد الكأس وبقدر ما تبلع وتروح رامي البيت. جعت في الصحراء وليس امامك الا لحم خنزير تاكل لحم خنزير، جعت في الصحراء وليس امامك الا لحم ميتة تاكل لحم ميتة. فضاقت بالنسبة للحكم فاتسع، بالنسبة للامر اللي هو الميتة او الخنزير اتسعت بالنسبة لحكم الله فاعطاك اباحة اكل الميتة لما لم تجد غيرها. واضح الكلام ده؟ المفاهيم دي واضحة عشان ما يلخبطوا ناس ويلخبطونا وبيمسونا بره. يطارد بقى لما بيجي يلخبط بيلخبط بطريقة كلها عبث وكلها جهل. ليه؟ معذور. اللي بيناقش برضه بره معذور، لأنه ما درس شيئا من الإسلام إلا رفعتين وسجدتين وخلص معاه. طيب من البعثة؟ ايه حتة الإجارة بالرخص؟ الإدارة دي أنت كلنا بنعيش فيها، بنستأجر أشياء أو أشخاص عشان نستفيد بها ونردها لك حاجة، بتستأجر السيارة تركب فيها، تستأجر جمل تركبه أو يدور لك فتية، بتستأجر إنسان علشان يجيب لك أو يؤدي لك منفعة أو يحمل لك الخبر وانفاتها انت تستبرى وتعطيه مبلغ معين. اذا الاستئجار امر موجود. ومن زمن بعيد انت عارفين سيدنا موسى لما راح للصعيد قال له انت بقى مستعد زيارة بنتي على ان تأجرني ثمانية حجب بين اتممت عشرا ثمن عنده وما اريد ان اشقها له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصمهم، يعني أقف ضدهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، يعني من أوقفته لآخذ الحق منه فإنني أغلبه وأعذبه وأنتقم منه. من هم الثلاثة؟ قال رجل أعطى بي، هو الحديث قدسي وكان بيقول قال الله تعالى رجل أعطى بي ثم غبر، والحديث التهذيب، ورجل باع حرا وأكل ثمن، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه ابدا. يعني ايه؟ واحد اتفق مع واحد وعاهده عهد الله ثم نقض عهد الله، الثاني واحد جاب واحد حر وباعه واستفاد الثمن بتاعه، الثالث
واحد جاب أجير يعمل له عمل، فلما أتم عمله لم يعطيه حقه، يبقى كل دولة يعذبون العذاب الشديد يوم القيامة. إذا الأجير ذكر هنا إذا دليل على أن الإجارة أصلا مشروعة. أنت عارفين في بلادنا بنأجر الأرض لتزرع ودي فيها كلام كثير، فالإجارة أمر مشروع. في حكم الشرع مطلوب أمرين من الإجارة. الأمر الأول في حكم الشرع، الأمر الأول أن يكون الأجرة معلومة، الأجرة معلومة. الأمر الثاني يكون الشيء اللي أنا بستأجره عمله معلوم، يعني أنا بستأجر السيارة لتوصلني من مسجد العثمان إلى الفحصون، يبقى معروف هون العمل اللي هتعمله السيارة. بقول للسام بيقول لي انت بتدفع 150 فلس، يبقى الأجرة الأخرى معلومة. فنفرض ما تكلمنيش الأجرة التي إذا كان أصبحت معروفة عند الناس يبقى المعروف مثل المصروف، ما تحتاجش الكلام. انت بتوقف في التاكسي وتركب وعارف انك بتدفع 70 فلس في المدة العادية، يبقى المسألة مش محتاجة الكلام. الباص بتركبه وتدفع له على طول التذكرة بتاعته مش محتاجة الكلام، لأن التذكرة مكتوب فيها المبلغ اللي انت بتدفعه، فيعتبر هذا غنيا عن الكلام ويكفي، لأن الإدارة بتعيد عقد أيضا. فإذا كان العمل معلوم والأجرة معلومة يبقى تلفين الإدارة سليمة 100%. إذا كان العمل الأجرة مش معلومة هل الإدارة العقد يكفي؟ لا ما يكفي، يصح. وبعد ما يخلص عمله يعطى أجر مثل عمل، يشوف غيره بياخد قد إيه، فنعطيه مثل غيره، مثل غيره في السفارة في العمل اللي كان بيعمله يعطيه الأجر الثاني. أنت عارف إن الزيادة القليلة والنقص القليل في سمت البيع أو في الإدارة لا يضر، يعني ما يعملش مشكلة. فنفرض ان انا استاجرته والعمل نفسه غير معلوم، يا رجل وجاء وعمل العمل قال لك برضه ليه مشكله. بنعرض الامر ده على اهل الفن ونقول لهم الراجل ده عامل كيف وكيف وكيف، يستاهل فن يقول الفن مثلا دينار نعطيه الدينار لا نظلمه. فاذا ظلمناه يبقى داخلين تحت الوعيد اللي مذكور في الحديث، لان احنا ظلمنا انسان ضحى بعرقه وجهده ودمه في سبيل منفعه انت استفدتها ثم لم تعطيه حقه. نفس اذا الاداره امر مشروع وموجود في الاسلام، يجوز ان انا اؤجر الارض مثل ما أجر الدابة، مثل ما أجر السيارة، مثل ما أجر الإنسان. أجر الأرض بالذهب أو بالفضة، يعني بالجنانية اللي فيه كلام. هل يجوز أجر الأرض بجزء منها خضالتها؟ هي ده الذي لا يجوز. يعني ايه؟ اقول له ازرع هذه الارض انت تاخذها، هتزرعها ايه؟ يقول لك ازرعها در حنطه كامح، يعني في الوسط. انا هاخد منك
ثلاثة أراجب على الفدان الواحد أو على الهكار الواحد. من الذين قدر بلا تدور ليه؟ لأنه في احتمال أنهم الطلاق الأرض لا تخرج إلا الثلاثة الأراضي أو لا تخرج حتى ثلاثة أراضي. إذن يجب أن تكون الأجرة غير مقيدة بأنها من الأرض. أنا تقول له كده خذ الأرض يجوز أنك تقول له خذ الأرض وعليك ثلاثة أراضي. إنك من السعجر مؤذن عشان يؤذن لنا الرسول عليه الصلاة والسلام لها قال عثمان ابن طلحة أظن واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. يعني ما خدت أجر مين من الناس. أما الأجر من الدولة سواء أخذها المؤذن أو مكين السعار أو الكراس أو الإمام أو الخطيب بالدولة مفروض عليها تبدي انت ليس مش بتاع الدولة انت ليس اصلها للساعة. يبقى لما يأخذ ننجيس للسيخ حسني ونقول له يا سيخ حسني انت ليس تفر على الاذان قبل من قلت بالسلاب لانه ما بيقفت من جيب حضرتك لو انت اللي احتجينه من عندك يبقى فيها قولان بعد قال لا يجوز والبعض قال ان توقف ما جيت حد هيأذن الا ان كان بأجرة يبقى لابد يجيب مؤذن بأجرة ويبقى جائز ونفعل ويحمل فلوس. اما ان يجب مؤذنا بغير أجرة فلا نتخذ مؤذنا بأجرة. هذا اذا كان اهل الحي هم اللي حطاه. كذلك الامام كذلك الخطيب كذلك العالم يجب العالم اللي يتبرع بالعلم فبها لم يوجد وجب على اهل الحي استئجار عالم ليعلمهم دينهم. يا بابا عارفين يا بابا لان بناء الانسان من ناحية الدين اهم من بنائه من اي ناحية اخرى. طيب يجوز ان انا اخذ الاجر على قراءة القرآن. الراجح ان قراءة القرآن يجوز اخذ الاجر عليه لكن اللي الذي لا يجوز فيه السلام تعليم القرآن. تعليم القرآن يعني ايه؟ يعني لما يروح واحد يعلمك آيات القرآن لا يجوز ان يأخذ على التعليم أجرا. قال العلماء مش كل التعليم ان كان بيعلمك امر فتح به الصلاة لا يحل ابدا ان يأخذ أجرا. بيعلم الفتحة وبيعلم التسبيح وبيعلم الآيات الثلاث اللي يقرأها بعد الفتحة لأن تعليم المسلم للمسلم مفروض عليه. أما إنسان بيعلمه ما زاد عن الفرض فله أن يأخذ على ذلك أجرا. يبقى قراءة القرآن يجوز أخذ الأجر عليه. تعليم القرآن إنسان في حدود الأمر المفروض لا يجوز أخذ الأجر عليه. إن كان زائد عن كده الواحد عاوز يحفظ القرآن كله أو ثلث أو ربعه يجوز أخذ الأجر عليه. يعني الواحد قاعد يرقيه وخد أجر على الرقية جايز جايز. واحد قرأ في بيته قرأ قرآن وعرف أنك مش هتقرأ إلا بأجر وأعطيته أجر جايز جايز. بس الطالب يروح لمين؟ ولا حاجة. هو هتحصل الملائكة هتنزل يبقى في بركة في البيت لكن لا انت هتاخد الثواب ولا اللي قرأ هياخد الثواب لأن انت اللي قرأ قرأ بفلوس يبقى هتاخد من ربنا ايه بقى؟ ما يصاب أجر من الناس. وانت استأجرت على هذا الأساس تقول أنا استأجرت عشان يقرأ على أبويا يقرأ على أبوك وينهي ثوابه لأبوك. طب هو ما خدش من ربنا ثواب يبقى حيوه ايه؟ ما هو طلع فقير اهو. لما خد الفلوس ما خدش من ربنا ولا حصل على القران. فلما يقول يا رب اوصم ثواب قراءتي من ميت الفلان ربنا هيقول له يا مقترب انت لم تاخذ ولا حصل على قراءتي. يبقى لم تاخذ حاجه ولا ابو اللي دفع لك هياخذ حاجه. اما نستفاد بايه؟
كل ما كان في بركة حصل قراءة القرآن واستفدنا وتدبرنا إلى آخره. لغاية كده في الإدارة متصل والله أعلم. واحد يقول أنا شاب متوسط.